بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عندنا الأولى إعدادي فرنسية أنو دو ميتيسم أنو أنو دو ميتيسم أن إتيديون أن إتيديون أن إتيديون أن إتيديون أمريسا أمريكا 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 دو 8 أور دو 18 أن de 18 ans, a entamé jeudi dernier dans le New Jersey. Dans le New Jersey. Dans le New Jersey. New Jersey, nous sommes bien. Mdina, Mdina Smith à New Jersey. Mdina Smith à ville. Hein? La ville. Mdina. هي سميتها نيو جيرسي بحال غتقول الرباط الدار البيضاء او شي حاجه السميه ديالها تهضروش على المدينه كاسم عام تنهضروا على الاسم ديالها الخاص هادو لا بحال تنقولوا حنا نيويورك مدينه هادي اذا دون لو نيو جيرسي اون بيريود اون بيريود دو 12 موا دو ميتيسم توتال بور تونير سون باري دان Un de silence. D'un nom de silence. Waha. Chouvna. Un nom de mythisme. Je ne sais pas. Hein, Mina? Mina Samt. Samt wa mythisme. Samti? Un étudiant américain. Yani wa had talib américain malo. De 18 ans. Yani addouche al min am. 18 ans. Ah, wa had talib américain. De 18 ans. A entamé. Jeudi dernier. يعني شنو دار ا اونطامي جودي ديرني ا اونطامي يعني انه باشرة بدا في هذا العمل ا اونطامي جودي ديرني ا اونطامي جودي ديرني يعني انه بدا الخميس الاخير دون لو نيوجيرسي يعني انه بدا في هذه المدينه ماذا بدا اون بيريود دو 12 موا دو ميتيزم اون بيريود يعني انه بدا واحد الفتره دو 12 موا من 12 شهر دو ميتيزم توتال يعني من الصمت التام هنا بحال غنقول صمت عام كما لو نقول بانه صمت كلي الحمد لله يعني انه بدا صمتا تاما شنو مقصود بالصمت التام صمت كامل ما كانش شي ها صمت تسمع حتى حاجه مره دابا هاد الطالب واحد الطالب بحالك انت توا تقرا عنده 18 عام بدا واحد العمل شنو هذا العمل اللي غيبدا به وهو غيباشر واحد الفتره ديال 12 شهر من الصمت التام ما يهضرش يعني ما غيهضرش يعني انه باشر الصمت يعني انه باشر الصمت والسكوت المقصود انه لن يتكلم بعد هذا الوقت يعني انه لن يتكلم لمدة هاد الفترة إذا كم المدة كانت؟ 12 موا ها؟ 12 موا شنو 12 موا؟ 12 شهر يعني غيبقى عام ما يهضرش بوغ تونيغ سون باغي دان نو دو سيلونس إذا شنو نقصد هنا؟ بوغ تونيغ سون باغي دان نو دو سيلونس إذا لكي يأخذ ماذا؟ رهانه دان نو دو سيلونس يعني غياخد الرهان ديالو على عام من الصمت شنو الرهان هاد قضية الرهان تنقولوها ملي شي واحد تيتخاطر مع شي واحد تيقول له بان هاد المسألة غتكون تيقول له الاخر لا ما غتكونش تيقول له شحال غتعطي تيقول له الاخر تقول شحال غتعطي فهمتي تيقول له لا صدقات انا غنعطيك كذا وكذا ولكن لما صدقاتش حتى غتعطيني كذا وكذا يعني رهان بحال غنقول تيتخاطروا ولكن هاد قضيه الرهان تنقدروا نطلقوها حتى لبعض المشاريع تنقولوا بان فلان اخذ الرهان ديال واحد المشروع يعني انه اخذ الرهان ديال واحد المشروع المقصود انه بحال غادي ياخذ واحد المخاطره الحمد لله يعني بحال غادي ضاد مع شي حاجه ابستخي يعني شي حاجه مجرده ماشي باينه ماشي بالضروره يكون معك شخص تياخذ معك الرهان فهمت ولا تقدر انت تاخذ الرهان مع الوقت يعني الرهان تقدر يكون عنده هذا المعنى اذا هذا السيد مثلا هذا الطالب اخذ الرهان بانه لمده سنه ما غيتكلمش وكانه غيحقق واحد المشروع فهمت ولا
بغيت بانف. إذن هذا الطالب شنو الاسم ديالو؟ بغيت بانف. بغيت بانف. بغيت بانف. كي افي ملتيبلي لي زانترفيو الذي ضاعف الاستجوابات. المقصود انهم داروا معاه بزاف ديال الاستجوابات ملي سمعوه وسائل الاعلام بانه غادي يبقى ساقل وصامت لمده عام جاو تيديروا مع الاستجواب. اذا بغيت بانف كي افي ملتيبلي لي زانترفيو او ميديا الذي ضاعف الاستجوابات مع وسائل الاعلام لي ميديا المقصود بها وسائل الاعلام. عندنا هنا او ميديا امريكان امريكا يعني وسائل الاعلام الامريكيه. دوبوي لانونس دو سا تونتاتيف بداو تيديروا مع الاستجوابات التي تضاعفت. دوبوي يعني منذ لانونس منذ الاعلان. اعلان ماذا؟ دو سا تونتاتيف يعني عن محاولاته ملي قال لهم هذا العام غنحاول انني ما نتكلم حتى مع شي واحد بدات يضاعف الاستجوابات. كيف الاستجوابات؟ الجواب ديال تيجيو عندو الناس يسولو تيجيو عندو وسائل تيجيو عندو الصحافه وتيسولو تيقولوا علاش بغيت دير هاد القضيه هاد الصمت ديال لمده عام وتدير معهم الاستجواب. اذا تيجاوبهم الى اخره. اذا تيبقاو يسولوه بحال هاد الاسئله. بغيت باف كي افي ملتيبلي لي زانترفيو او ميديا امريكا دوبوي لانونس دو سا تونتاتيف. اذا بغيت باف الذي ضاعف. ضاعف ماذا؟ ماذا ضاعف؟ كاسكيل ا ملتيبلي الى ملتيبلي لي زانترفيو او ميديا امريكا دوبوي كون دوبوي لانونس دو سا تونتاتيف منذ الاعلان عن محاولته. شنو محاولات نهضروا عليها؟ صمت ديال المحاوله ديال اخذ الرهان بانه غيبقى صامت لمده سنه. اذا نو سيكسبريم بلو. اذا ملي هو بدا يضاعف الاستجوابات ديالو شنو ندير؟ اذا بغيت بانف قالوا عليه هذه الهضره كلها نو سيكسبريم بلو. شنو نو سيكسبريم بلو؟ يعني انه لا يعبر عن نفسه. ك الا احنا ما عندناش لا يعبر عن نفسه بالحقيقه. عندنا هنا لم يعد يعبر عن نفسه. عندنا يعني راه كان يعبر عن نفسه وما بقاش يعبر عن نفسه. شكون اللي قال لنا هذا الكلام هنا؟ هو لا الجمله في الجمله شكون اللي قال لنا بانه راه كان يعبر على نفسه وما بقاش يعبر عن نفسه؟ ما عندناش هنا نو سيكسبريم با. عندنا نو سيكسبريم بلي. هذه بلي تتعني النفي ولكن النفي ديال شي حاجه اللي كانت. فهمت ولا لا؟ اذا هنا عندنا بغيت بانف نو سيكسبريم بلي يعني ان بغيت بانف لم يعد يعبر عن نفسه. ك الا باغ جيست. الا من خلال باغ جيست. شنو جيست؟ لا جيست. لا جيست يعني الحركات الاشارات. يعني انه ولا ما يعبر عن نفسه الا بالاشارات. ايميل او الحركات ديال زعما او عنده وسيله اخرى. او وسيله اخرى شنو هي؟ ليميل. شنو هي ايميل؟ ليميلات يعني انه تيكتب رسائل باغ انترنت يعني بالانترنت. او فخاز غريفوني سور ان طابلو او تكتب جمل جمل ولكن ما واضحاش. فهمت غريفوني يعني انها مخرمطه يعني انها ما واضحاش. تكتب جمل يعني خاصك انت دير واحد المجهود باش تفهمها. فهمت بحال اللي غدير مجهود بحال غدير انت تفهمو تماما بحال اللي غدير واحد المجهود ملي غتفهم الاشارات ديالو. فهمت ولا لا؟ Il explique sur son site internet. Il explique. Je il explique. Il explique. Il explique. Il n'y a pas de chrach. C'est le verbe expliquer. Il n'y a pas de chrach. L'explication est chrach. Et donc, il explique. Il n'y a pas de chrach. Sur son site internet. Il n'y a pas de chrach. À la mouqi'i. L'internet. Je ne sais pas de mouqi'i. www.notice.com notspeaking.com واش ندير انا ديك ا فين ا لحدا بي هذا راه فعل في الانجليزيه. فهمت ولا؟ اتس دو فيرب تو سبيك يعني هو فعل تكلم. فهمت ولا؟
هنا عندنا النفي في الإنجليزية باش يكون عندنا النفي، فهمت ولا؟ من ضمن الطرق ديال النفي كاينه هذه not speak ne pas parler، كما نقول ne pas parler يعني دون كلام، كما نقول دون كلام، فهمت ولا؟ not speaking. إذا عندنا www.notspeaking.com. إذا عندنا not speaking، طبعا هي غنشوفوها لتحت الشرح ديالنا، هي not speaking en anglais textuellement يعني حرفيا كما نقول pas de parole يعني دون كلام أو ليس هناك كلام، أو بمعنى آخر silence. silence يعني سكوت، طبعا راه عندها كلها نفس المعنى، الحمد لله، غير حنا إلا بغينا نمشيو للحرفي المقصود بها دون كلام، حنا تنتكلم على لو فيرب تو سبيك، تو سبيك يعني تكلم. إذا عندنا هنا not speaking يعني دون كلام. إذا il explique sur son site internet، إذا هو يشرح على موقعه الإلكتروني que son but، شنو هي son but؟ إذا هو كان تيشرح على الموقع ديالو، أشنو شرح؟ que son but، بأن هدفه، تنهضرو على son but يعني هدفه، إذا الهدف ديالو son but أشنو هو؟ أي يعني هدفه هو، وفهمت ولا؟ إذن كو سون بيت أي يعني بأن هدفه هو dans une société trop bavarde يعني هدفه هو، شوفي هدفه هو ها فين غيقول لنا هو شنو هو؟ d'observer la société، هذا هو الهدف ديالو، ولكن قبل ما يقول لنا بأن هدفه هو قال لنا كو سون بيت أي، إذن هو يشرح بأن هدفه هو في واحد المجتمع trop bavard. شنو هي trop bavard؟ ترتار. تنقولوا لشي واحد بأنه bavard يعني أنه ترتار، يعني أن المجتمع فيه كثرة الترترة، يعني فيه الهضرة بزاف، كثرة الكلام، فيه كثرة الكلام. إذن شنو عندنا هنا؟ il explique sur son site internet، هو يشرح على موقعه الإلكتروني que son but est بأن هدفه هو dans une société trop bavarde في مجتمع كثير الكلام أو كثير الترترة، شنو هدفه في هذا المجتمع؟ d'observer la société، هو ملاحظة المجتمع، أنا بغيت نبقى ساقل ونبقى حاضر المجتمع، نشوف نشوف، ما بغيتش نبقى نتكلم، فهمت ولا؟ أنا بغيت نرجع شوية نخرج من المجتمع ونبقى نلاحظ، فهمت ولا؟ أشنو الهدف ديالو عاوتاني؟ إيدي كوتي لي جون باغلي، وللاستماع للناس يتكلمون، فهمت ولا؟ يعني أنا ما بغيتش ندير بحال الناس اللي كلهم داخلين في الترترة، هذا تيتكلم ما يسمعش الآخر، الآخر تو تيتكلم الآخر ما تيسمعلوش، انا بغيت نرجع ونبقى نلاحظ المجتمع، بغيت نرجع شويه ونبعد من المجتمع ونبقى نلاحظ بدون كلام، انا ما بغيتش نشغل نفسي بالكلام، بغيت نسكت، بغيت نسقل ونبقى نشوف المجتمع، فهمت ولا؟ اي دوبسيرفي لا سوسيتي، اذا الهدف ديالو هو انني في هذا المجتمع اللي فيه الترتره وفيه الكلام كثير بغيت نلاحظ المجتمع. اذا il explique sur son site internet que son but dans une société trop bavarde d'observer la société. Voilà son but. Il en a deux à défaut. Et d'écouter les gens parler. Walil istima' lin nas yitakallamoun. Fahmtoulla? Ana bghit nlahed el mojtama' w bghit nbqa nchouf el nas yitkallmou w bghit ntsannat el nas yitakallamoun. Hada wa el hadaf dial el sid, hada talib li ando 18 am bach yakhod عام ديال الصمت، الحمد لله. شوفنا لو كونت اغوبور كي اغوني لي جور، لو كونت اغوبور شنو هي؟ كونتي اغوبور المقصود بها كونتي اون روفونون اون اريير بور اريفي ا زيرو، كونتي اون روفونون اون اريير يعني انك تتعد، اون روفونون يعني بالرجوع، لو فيرب روفونير يعني رجع، اون اريير بالرجوع للوراء، بور اريفي ا زيرو للوصول الى الصفر،
شنو المقصود بها؟ ملي تنقول مثلا جو كونت، راه عندنا هنا لوفير كونتي، لوفير كونتي يعني عدة، لوفير كونتي تتعني عدة، يعني أنك تعد شيئا، تتحسب شي حاجة، تحسب المربعات، تحسب الأقلام، تحسب الدفاتر. إذن هذا لوفير كونتي. إذن عندنا هنا ما عندناش كونتي، عندنا كونتي أغوبور. نقدر نقول أنا مثلا جو كونت أغوبور، يعني أنا أعد أغوبور. شنو أغوبور؟ أغوبور المقصود بأنك تتعد بالمقلوب. بالمقلوب. حلاش؟ واحد. هي هذيك. إذن مثلا باش ينتهي الرقم. باش ينتهي الرقم، باش ينتهي العد في الصفر. إذن بعد مرة نقولوا ثلاثة اثنان واحد صفر. إذن تتسمى هذا لو كونت أغوبور. الحمد لله. هي بالعكس. بحال ما تقول عكسي. إذن لو كونت أغوبور هو هذا المقصود به. إذن لو كونت أغوبور مالو؟ كي أغوغوني لي جور. شنو أغوغوني؟ هذا لو فيرب أغوغوني. لو فيرب أغوغوني المقصود به أنك تبقى تنتف حبة بحبة. بحال ملي تكون عندك واحد العنقود ديال العنب وتتبقى تنتف منه حبة بحبة. حتى يكمل. ولكن حنا هنا واش عندنا عنقود ديال العنب؟ لا عندنا أعداد تتحيد رقم برق. ولكن ديالهاش ديالهاش هاد الأعداد؟ عندنا الأعداد ديال الأيام. شوفنا لو كونت أغوبور يعني أن العد العكسي كي أغوني الذي بحال بغا نقولو تينتف تيسل أو تياخد بوحدة بوحدة. أشنو تياخد؟ لي جور يعني أنه تيحيد نهار بنهار. لي زوغ لي زوغ تيحيد عاود تاني السوايع. لي مينوت لي مينوت يعني الدقائق. أفيشي أشنو تيعلق؟ أفيشي يعني أنك تعلق واحد الأجندة. أفيشي يعني أنك تتعلق واحد الإعلان مثلا، ياك؟ شنو تيعلق؟ لو سيلونس دو بغيت كومونس دون. دابا هذا بغيت هذا اللي غياخد عام ديال السكوت، هاد الطالب اللي عنده 18 عام شنو قال؟ قال أنا غناخد القرار ديال الصمت لمدة سنة، ولكن غيبدا هاد الصمت مثلا الشهر الماجي أو الشهرين الماجية أو 3 شهور الماجية مثلا. الناس اش يقولوا؟ تيقولوا بغيت باقي له شهرين ويسقل. شويه تيقولوا؟ تقولوا بغيت باقا له شهر ونص ويسقل. شويه تيدوز الوقت تتشوف هذاك لو كونت اغوبو كي ايغوني لي جور، يعني ان هذاك العد العكسي اش تيدير؟ تينتف في الايام. تيحيد الايام. كيفاش تيحيدو؟ شوف تيدوزه بحال بغيت تقول هاد بغيت بحال دابا اليوم خد القرار ياك بانه من 3 شهور غيبدا العمل وما غيبقاش يتكلم. غنعتبروا هاد الايام اللي باقا من هنا حتى لذاك الوقت 3 شهور شحال فيها؟ 90 يوم. اذا هاد 90 يوم غنعتبروها بحال العنقود ديال العنب فيه 90 حبه. ملي تيمشي نهار شنو نقصد بها؟ بحال مشات حبه، مشاو جوج حبات، ثلاث حبات، مشاو خمس ايام، مشات سيمانه، مشاو جوج سيمانات، مشات ربعه السيمانات، مشا شهر. الحمد لله. شنو تنشوفو هنا؟ تنشوفو هنا بان العد العكسي تينتف دوك الايام. العد العكسي شنو نقصد بالعد العكسي؟ عندنا 90 يوم وبدات تتنقص. في العوض اللي غنقولو 3 2 1 0 تنقولو 90 يوم، 89 يوم، 87 يوم، باقا 86 يوم، باقا غير 85 يوم، باقا 60 يوم، باقا 40 يوم. الحمد لله. اذا هاد العد العكسي كما تلاحظوا بانه تنقص هاد الايام تماما كما يحصل الامر مع عنقود عنب، يعني اننا ناخذه حبه بحبه حتى ينتهي. الحمد لله. نفس الشيء اذا نتكلم عن لو كونت اغوبو كي ايغوني لي جور لي زور لي مينوت افيشي. اذا هاد العد العكسي اللي غادي تنقص في الايام وفي السوايع وفي الدقائق شنو كان تيعلق هاد العد العكسي؟ تيعلق لو سيلونس دو بغيت كومونس دون، بان صمت بغيت يبدا في تسعين يوما. شويه الغد تيقول لك سكوت بغيت يبدا في 89 يوما. شويه بعد الغد ولا بعد الغد غيقول لك سكوت بغيت يبدا في 60 يوما. علاش؟ حيت العد العكسي غادي تنقص في الايام. فهمت ولا لا؟
شويه غيقول لك سكوت بغيت سيكون مثلا في 40 يوما هي هاد النقاط لو سيلونس دو بغيت كومونس دون هذا هو المقصود بهذا الكلام اللي تنقولوا حنا دابا فهمتي ولا لا بان السكوت بغيت غيبدا في من الشهرين من الشهر من كذا كل نهار تيتبدل رقم اللي تنشوفوا هاد النقاط تتعوضونا فهمتي ولا شوف هنا قال لك هنا لو كونط روبو ايغوني لي جور لي زور لي مينوت افيشي اذا هاد لو كونط روبو هذاك العد العكسي اللي نقص الايام ونقص السوايع ونقص الدقائق اللي كل مره تاخذ منها حاجه افيشي يعني كان تيعلق اش كان تيعلق كان تيعلق لو سيلونس دو بغيت كومونس دون بان سكوت بغيت غيبدا في ديزورمي الان فصاعدا ديزورمي المقصود بها من الان فصاعدا هاد الكلمه اللي تشوفي تما شو سميتها ديزورمي ديزورمي شنو المقصود بها من الان فصاعدا صحيح. يعني من اليوم من اليوم والقدام هذا بلا كانت اليوم الاثنين يعني الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس وسير الايام كل اللي جايه يعني ما تحسبيش غير الماضي الحمد لله اذا من اليوم فصاعدا اذا هذا هو المقصود بهاد ديزورمي الحمد لله تنقدروا نعوضوها بواحد الكلمه اخرى اللي هي دوغينافون دوغينافون عاوديها دوغينافون دوغينافون اما تنقولوا ديزورمي او نقولوا دوغينافون يعني من الان فصاعدا اذا هاد العد العكسي قبل ما بغيت يسكت كان تيقول بان بغيت غادي يصمت من الشهرين من 3 شهور ديزورمي من الان فصاعدا وصل النهار اللي محدو بغيت غادي يسقل فيه شنو غيدير هاد العد العكسي واش غيبقى يكتب ديما بان بغيت راه بقى له سيمانه لا اذا شنو غيكتب يكتب دابا العكس راه نقص يقول بان بقى له سيمانه بقى له 6 ايام بقى له 4 ايام بقى له يومين باقي له نهار الغد داز داك النهار شنو غيقول غيقول راه بقى له شهر اخر كنا كمل في السكوت سيدي يسكت ملي غيوصل داك النهار صافي غيبدا عندي السكوت لمده عام عاد نهضر اذا وصل النهار شنو غيقول العد العكسي واش غيبقى يعلق بان بغيت راه بقى له سيمانه لا اش غيكتب صافي هو بدا هي هادي ديزورمي يعني من الان فصاعدا راه السيد بدا ما غنبقاوش نكتبوا بحال اللي كان قبل فهمتي ولا لا اذا شنو ديزورمي الى فيش الى فيش يعني انه يعلق تيبين في الشاشه ديالو شنو غيبين جو سوي اكتويلمون سيلونسيو شنو نقصد بها انا الان صامت انا الان صامت جو سوي اكتويلمون سيلونسيو انا حاليا اكتويلمون يعني حاليا سيلونسيو يعني انا صامت العد العكسي يكمل ما بقاتش ديك القضيه ديال بغات كومونس دون مثلا دو موا او بغات كومونس دون زان موا et 15 jours maintenant ou bien bret commence dans 20 jours ou bien bret commence dans 10 jours il a akhiri ولكن شنو غيولي عندنا désormais il affiche je suis actuellement silencieux فهمتيني لالا اذا هاد الاعلان غيولي علق من الان فصاعدا je suis actuellement silencieux يعني بلا ما تحاولوا تتكلموا معايا انا صافي رانا ساقل دابا واش فهمتيني لالا باش تفهم هاد الجمله شنو تتعني والجمله اللي قبل اشنو تتعني لو جونوم فا تونيغ ان جورنال كوتيديان شنو هو لو جونوم يعني الرجل الشاب المقصود طالب اللي عنده 18 عام المقصود بها بمعنى اخر بغيت اذا لو جونوم فا تونيغ ان جورنال يعني انه غياخد شنو غياخد ان جورنال جورنال شنو نقصد جورنال جورنال يعني جريده غيبقى ياخذ جريده واش المقصود بالجريده انا ماشي المقصود هنا بانه غيبقى يقرا جريده او غياخذ جريده او شي حاجه في يده لا فا تونيغ ان جورنال كوتيديان المقصود بانه غيبقى يدير لقاء صحفي كل يوم كوتيديان لقاء صحفي يومي كوتيديان تتعني يومي ابدومادير تتعني اسبوعي واش ندير لا تنقولوا على شي حاجه بان ابدومادير يعني ان تبقى تكرر كل اسبوع كاين بعض المرات نتكلموا على واحد الجريده بان تخرج مره في السيمانه شنو نقولوا لها سان جورنال سان جورنال ابدومادير اذا تنقولوا بان صحيفه اسبوعيه شنو تنقولوا
un journal hebdomadaire. يعني أن صحيفة أسبوعية. ولكن إذا كانت الصحيفة كل نهار تخرج طبعة. شنو نقول عليها؟ استن جورنال كوتيديان. الحمد لله. إذن هو غيبقى يدير واحد اللقاء صحفي مع الناس. الناس غيبقى يسولوه وغيبقى يجاوب. من الهضرة. غنشوف الطريقة اللي غيجاوب بها. إذن المهم هو غيبقى يدير لقاء صحفي يومي. إذن اش نقولوا عليه هنا؟ إذن لو جورنال فا توني غان جورنال كوتيديان سور سون سيت ويب. يعني على موقعه الإلكتروني. واش غيتكلم مع الناس؟ لا. فين غيدير هو اللقاء ديال الصحفي؟ الحاسوب. الحاسوب. Sur son site web, et a déjà reçu plusieurs centaines de mails. Eden, le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà. Et a déjà. Reçu. عندنا لو فيرب recevoir. Recevoir يعني تلقى. الحمد لله. تلقى يعني recevoir. إذن il a reçu يعني هو تلقى. حنا ما عندناش il a reçu. عندنا هنا il a déjà reçu. يعني أنه هو من قبل تلقى. شنو تلقى من قبل؟ plusieurs centaines de mails. يعني عدة مئات من الرسائل الإلكترونية. يعني أن الموقع ديالو من قبل أنه تلقى مئات الرسائل الإلكترونية. يعني كل واحد علاش يسولو. إذن هذا هو المقصود بهاد. فهمتي السيد علاش غيدير عام صمت؟ باش يتلقى الصحاب. علاش غيسكت؟ وما غيتكلمش لمدة 12 شهر. علاش؟ لأن المجتمع اللي تيسكن فيه مالو؟ يترتر. يترتر الناس يهضرو بزاف. هو ما خصوش يهضر معاهم. إذن بغى يوري للناس خاصكم تسكتوا وتبقاو تسنتوا. هو من اللي غيبقى يسكت؟ وغيبقى يهضروا على الصحافة وغيتار الموضوع ديالو والناس غيبقى يسولو. علاش هو مبقاش يتكلم؟ علاش غيولي مشهور؟ غيبقى الناس يسولو. علاش هو مبقاش يتكلم؟ شنو الجواب اللي غيكون؟ باش المجتمع ديالنا في الترسار بزاف. بمعنى آخر خاصكم تبقاو تسقلو شوية وتبقاو تسنتو لبعضياتكم. ما يبقاش هذا يتكلم والآخر يتكلم، واحد يجي يسمع الآخر. لا. إذن الناس غيقولوا السيد عنده الصح. إذن غيبقاو يردوا بالهم نفوسهم، غيبقاو ينقصهم ديك الترتاره ديالهم وغيبقاو يسمعوا لبعضياتهم. واش فهمتي ولا؟ هذا هو الهدف ديالو هو اصلا. هذا هو علاش. واش فهمتي؟ من بعد غنكملوا الاسئله.